لن تم حفظ القضيه نهائيا وما عادش ثم حتى تتبعات كما قلت سيادتك معنا، لكن هل طلبت بحقك في تعويض هذه الفتره السجنيه لمده 14 شهر؟ شوف، هي صار فيها شهر. هي صار فيها حفظ نهائي ومن المضحكات المبكيات. بالنسبه للحفظ هذا هو صار ورجعت نخدم على روحي، خذيت الوثائق نتاع الحفظ ورجعت نخدم. شو اللي صار من بعد؟ القانون بالحق الشخصي عملوا عقبوا بعد عام وشهرين، مرقدين الحكايه. بعد عام وشهرين صار جلسه حضر فيها سمير بن عمر، ثوره زوز محامين تاع لجنه الدفاع نتاع زوز قضايا ارهابيه هزت البلاد داخلين مش يرافعوا بدون مسندات التعقيب. قلت لهم انا لو كان جيت محامي وحفظوا لي معناها قضيه شكلا نبطلها المحاماه. هذه ناس هذاك علاش هما ناس معناها الفونت كوميرس نتاعهم هم الكذب والقضايا هذه والقضايا الارهابيه، صوروا منها برشا. يعني يتمعشوا منها القضايا هذه؟ شوف اخي تو انت سامحني، ماشي ماشي محكمه التعقيب اللي هي محكمه وثائق ونصوص، ماشي لها بدون وثائق تعقيب بدون مساندات تعقيب. علاش؟ على خاطر كنتي باش يديني انا، وصار الحفظ النهائي. نعم. إذن في الحلقة القادمة سي عبد الكريم باش نحكيو بالتفصيل على عملية الاغتيال لشهادة تونس واللي هزت تونس تقريبا في تلك الفترة. إذن شكرا لكم على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة إن شاء الله من هذه السلسلة. لذلك الحين نترككم في رعاية الله. أنا قلت لك البرقيات هذه تصدر كل يوم كما حتى توا زاد يوميا نجي، فما برشا كما عبير موسى كما سيف الدين مخلوف، انا نعرف اللي كونوا جد ثم وثائق تقول اللي كونوا معناها الناس هذوما مساهد فيه. يوميا نجي وناخذ الاحتياطات. هذه تحليل اثار بيولوجي الكاتسونسيس هذين نتاع السيد نتاع صديقي، خذوها مشاو عملوا لها معناها تحليل جيني باش يقارنوا البصمه نتاع جيني نتاعي انا ومتاع الارهابي هذا ابو بكر الحكيم، لقاو كان البصمات نتاع مولاه. شوف هذه من الكلمه اللي خلوها جماعه نجي نعطيه خريطة مرورية نتاع شنو؟ لأني اكتشفت برشا حاجات في الشخصية هذه. اكتشفت مثلا مثال اللي كونه معناها ديما يجنح إلى الانتماء إلى الجناح العسكري. إذا شخصية عندها بعد أمني في عقيدتها. بعد أمني عسكري. نعم. معناها في داخل التنظيم. واللي شفته من بين المحاضر انه حتى التخطيط لعمليه اغتيال محمد ابراهيم الله يرحمه كان تخطيط منه هو شخصيا.